بأن وظيفة كل مسلم حاليا نبش قبري أبي بكر وعمر عليهما لعائن الله، وإخراج ما تبقى من جفتيهما من جنب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وأكد المرجع الخراساني في مقطع صوتي يأتي قبيل ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام، أكد بأن رمزي الطائفة البكرية مدفونين في موضع مغصوب، مستطردا بأن وجوب نبش قبريهما يحظى بإجماع كل الفقهاء. نبش قبر دون دو نفر و بیرون آوردن ما بقیه از اجساد اونها